السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة مع الدكتور مهندس محمد حسين الحداد، مهندس مدني خبير بإدارة العقود للبرامج والمشروعات التنموية. حصل على درجة الدكتوراه المهنية بالإدارة الاستراتيجية، وحصل على العديد من الشهادات الاحترافية. مسيرة تدريبية تصل إلى 5 سنوات ما بين إدارة المشروعات والمخاطر والجودة الشاملة، ومحاضر بالإمارات الخاصة بإدارة المشروعات والعقود الإنشائية، وعمل بالعديد من المشاريع الكبرى الإنشاءات والبنية التحتية في مجال المقاولات والشركات الاستشارية وجهات المنحة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج، وحصل على شهادات في عدة مجالات مثل إدارة المشاريع ومحترف إدارة المشروعات البي إم بي وإدارة المخاطر ومدير تخطيط أنظمة الجودة وخبير بالموارد البشرية ومهارات التطوير والعقود والمطالبات والتخطيط الاستراتيجي. والنهارده إن شاء الله محاضرة عن أسس اختيار المتنافسين، وإن شاء الله دي أول محاضرة، وإن شاء الله هتبقى في محاضرات جاية بإذن الله إن شاء الله. أسأل حضرتك يا دكتور، اتفضل. السلام عليكم. شكرا باشمهندس عمر. حضرتك يعني حابب الصوت واصل لكل الناس ان شاء الله. انا شاكر لحضراتكم جدا على وقتكم، وشاكر لـ بي اي ام اريبيا على اتاحه الفرصه ليا ان احنا نتكلم مع زملائنا كلنا، وهي مش محاضره قد ما هي مناقشه وتعريف باجراءات البت والترسيه، ويمكن اغلبها هيبقى في نطاق القانون المصري، القانون 182، ولكن بعضها متعلق. لو حد عنده اي اسئله بعد كده في الموضوع ده ممكن نبقى متفقين ان احنا لو اي اسئله او طلبات بالنسبه لموضوع العقود والاجراءات والبت والترسيه، او لو محتاجين هنحتاج نتقابل تاني، وده يشرفني يعني، يبقى في اخر المحاضره ونبتدي. احنا طبعا محاضرتنا النهارده عن طرق الترسيه واختيار المتنافسين، ودي تقريبا اول يعتبر إجراء بالنسبة للعقود، وأهمها لأن هو اللي بيجيب لي مؤدي الخدمة اللي المفترض يكون على المستوى. خلينا نبتدي بس كده بالمسار بتاع المحاضرة بتاعتنا. احنا هنشتغل على مقدمة سريعة عن تعريف العلاقة التعاقدية واختيار المصدر، ايه الهدف اللي بستخدم من أجله إجراءات التنافس، وايه هي طرق الترسية، ايه هي طرق اختيار المتنافسين، ويمكن بالاخص للمشروعات الانشائيه، لان في بعض الطرق لاختيار المتنافسين في نطاق القانون، ولكن احنا ممكن نبقى ان شاء الله نتكلم فيها في محاضره ثانيه. ايه هو التاهيل المسبق واللي تم ادراجه مستحدثا في القانون 182، وبعد كده هنتناقش لو في حد عنده اي اسئله بالنسبه للمحاضره او تعليق او تصحيح، يعني احنا يبقى نستفيد من خبرات حضراتكم. الأول، إيه هو العقد؟ العقد هو اتفاقية تحكم العلاقة الفنية والمالية والقانونية بين طرفين أو أكثر لإنجاز عمل ما بين مؤدي خدمة وطالب خدمة. بمعنى أصح، هو الوثيقة اللي تحكم القواعد وينص عليها القواعد الرابطة ما بين طالب الخدمة ومؤدي الخدمة. العقود الهندسية عندنا بتختلف طبعاً حسب نوع وطبيعة المشروع. يمكن في حاجات زي الـ design and build، يعني تصميم وبناء، في حاجات أنواع من المشاريع بتاعتنا بيبقى المقاول بياخد التصميم من المالك، في بعضها بيبقى turnkey، بيبقى من A to Z، يعني بيبتدي من أول خطوة إن هو يبتدي مرحلة التصميم إلى أن يسلمني العقد في النهاية. إحنا عندنا نوعين غالباً العقود تتجمع في مسميين، مسمى العقود الدولية أو الـ International Competitiveness Bidder، اللي هم العقود التنافسية للعطاءات الدولية، ودي أغلب الناس بتشتغل بالفيدك أو الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وده بيحكم العلاقات. وممكن لو في مصر أو في دولة عربية وتم طرح العقد ومتاح إنه يتنافس فيه حد من خارج نطاق الدولة، فالمتوقع إن هو يبقى طبقا للاشتراطات او الشكل التعاقدي اللي عامله الفيدك، طبقا لنوعيه الكتاب اللي بيشتغل بيه وطبقا لنوع العقد، ولكن الى الان لم يحدد في القانون المصري الفيدك، او لم يعني يطبق الا في بعض العقود، ودي بتبقى برضاء الطرفين. بالنسبه لنا احنا في مصر هنا العقود المحليه او الناشونال، العقود في القانون المحلي كان قانون 89 إلى أن أصدر قانون 182، وظل ساريا لغاية ما أصدرت لائحة تنفيذية القانون 182.
وطبعا هو المطبق حاليا في قانون المناقصات والمزايدات، وبالنسبة لكل الأعمال وبالنسبة للجهات الحكومية. طبعا في بعض الشركات ليها لوائح خاصة بها في قطاع الأعمال، زي مثلا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو شركات الكهرباء، ولكن كلها أساسها نابعة من القانون. لكن طبعا بيبقى تظل اللائحة بتاعتهم هي المرجعية الأولانية ليهم. في عندنا بعض العقود السارية في مصر حاليا بيبقى فيها تمويل أجنبي، ودي التمويل إما زي مثلا جهات مانحة زي الورلد بانك، زي البنك الدولي أو الكي إف دبليو، بنك التعميم الألماني، ودول بيطبقوا إما إن هو بيكون عنده دليل إجرائي بالنسبة للاتفاقية اللي شغال عليها البرنامج أو المشاريع اللي هتمول، أو طبقا للاتفاقية الإطارية، واللي دي بتبقى على المستوى الحكومي، ودي اللي بتحدد الاشتراطات التعاقدية بتاعتنا. الأطراف اللي عندي غالبا في العملية التعاقدية بيبقى الممول أو المالك، ممكن يكونوا شخصين وممكن يكون جهتين أو شخصين أو جهة واحدة. في بعض العقود اللي تعرضنا لها ممكن يبقى فيها استشاري لإدارة المشروعات، وده بيبقى طرف خارج استشاري للتصميم وخارج استشاري الإشراف، وده بيبقى غالبا بيرمز له ساعات بممثل المالك في المشروع، لأن هو بيحافظ على سير العملية من الناحية الإدارية، وتدخلاته الفنية بتبقى تدخلات مش كبيرة. وأخيرا والأهم في السلسلة التعاقدية هو المقاول أو مؤدي الخدمة. طيب احنا ليه بنستخدم اجراءات التنافس؟ اجراءات التنافس بتضمن لي انه الحصول على افضل فائده للمال العام، بتضمن لي الشفافيه وتكافؤ الفرص بالنسبه لجميع مقدمي العطاءات، بندعم بيها قطاع الاعمال اللي موجود، بنكافح بيها الفساد. يبقى اذن اهميه اختيار المصدر بالنسبه لي والتنافسيه بتحقق لي جدوى كبيرة على مستوى الطرح والترسية. إحنا عندنا عملية اختيار المتنافسين بتبتدي الأول إن الجهة أو الشركة قطاع عام قطاع خاص لازم تكون عاملة دراسة جدوى خاصة بالمشروع بتاعها. ما ينفعش إن أنا أبتدي مشروع لمجرد إن أنا فكرة إن أنا أبتدي مشروع، دائما بتكون دراسة الجدوى هي المحدد الأول ليا، ودراسة الجدوى دي ممكن إن شاء الله نبقى نشرحها في محاضرات تانية، لكن ملخصا بيبقى فيها وصف المشروع غالبا، القيمة المخططة ليه، إيه الهدف منه، هل الهدف اجتماعي، هل الهدف اقتصادي بالنسبة لنا، مين المستفيد، وبعد كده إزاي هنقدر يعود الربحية بتاعت المشروع ده. بتيجي الخطوة التانية بعدنا، هي بعد كده هي عملية خطة المشتريات. خطة المشتريات طبعا دي أغلب الجهات الحكومية دلوقتي عشان تبتدي تطرح مشروعات عندها لازم بيكون عندها procurement plan أو خطة مشتريات. خطة المشتريات بتاعتنا بتكون فيها المشروع والتاريخ المخطط للمشروع وطرحه، وبعد كده المواعيد المتوقعة لفتح المظاريف وآخر يوم لانتهاء استلام المظاريف، وبعدين سواء مظاريف فنية أو مالية، وبعدين بتوصل لمرحلة التاريخ المتوقع للترسية طبقا لعدد الأيام المخططة ليها، ودي المفترض إن هي بتمشي معايا سريعا لغاية ما يعني نعمل كلوزنج للعقد أو نعمل إغلاق للعقد. ليه؟ لأن ممكن خلال سريان العقد القيمة التعاقدية بتاعته تتغير لأي سبب من الأسباب، سواء إن هي تزيد أو تنقص، فأنا بالتالي لازم بتكون خطة المشتريات دي موجودة معايا وخطة التعاقدات موجودة معايا لغاية آخر المشروع، لأن أنا في الآخر بختم خطة المشتريات بأن أنا بحط القيمة المنتهي عندها التعاقد. بعد خطة المشتريات ببتدي أشتغل على إعداد مستندات التعاقد. مستندات التعاقد طبعا لو احنا رجعنا الاساس الشروط العامه والخاصه، المواصفات الفنيه العامه والخاصه، رسومات الطرح اذا كان العقد يكون فيه رسومات كونسبت ديزاين او رسومات مبدئيه للتصميم، وبعدين وبيحط طبعا لو في اي مواصفات الفنيه العامه والخاصه اللي مطروحه، وثيقه العقد او نموذج ليها، نموذج لوثيقه العقد، وتبقى دي المستندات اللي موجودة عندي في التعاقد. وطبعا من الشفافية ان هي لازم كلها كاملة تكون موجودة، واذا كان في جزء منها طبقا لطبيعة العقد مش موجود فبينوه عنه
في الكراسة اللي هي بتبقى مطروحة للناس المتنقصين. الحاجة اللي بعد كده بقى بنبتدي نعلن عن العملية طبقا لآلية الطرح. غالبا احنا في مصر في الوقت الحالي نص في القانون 182 على ان يبقى الإعلان عن العمليات عن طريق البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية، وده لازم يكون في إعلان مشروط لأي عملية تعلن إن هو أو تطرح للتناقص أو التزايد أو الممارسة، إن هي لازم تكون طبقا تعلن عنها في البوابة الحكومية البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية. بتبتدي عملية بيع المستندات المناقصة، وبيكون محدد تاريخ للإغلاق لعملية البيع، بانتهائه بتغلق عملية البيع. طبعا حتى في موضوع ثمن الكراسات برضو نص عليه في القانون، ومفترض ان الناس الجهة الطارحة للأعمال بتلتزم بالثمن المفروض طبقا للقانون على حسب قيمة العملية او القيمة المخططة، بيبتدوا يطرحوا ثمن الكراسة، وده ليه جدول مذكور في قانون 182. المفترض ان احنا بندي للناس فترة زمنية لدراسة الأعمال. في بعض الأحيان بيجي بعض المتناقصين ان هم بيطلبوا حاجة اسمها طلب مد للمدة، وبالنسبة للمدة بتاعت فتح المظاريف عشان يقدر ياخد، بيحس انه بالنسبة له ان الوقت غير كافي للدراسة، وان كان من المفترض ان الناس او الجهة اللي هي طرح المشتريات او العمليات اللي موجودة ان هي لازم تكون درس كويس موضوع التوقيتات، لان التوقيتات من مهم عشان ما تعملش تعطيل للعمليات، وبالاخص العمليات المموله من الخزينه او الخزينه العامه او المكون المحلي في الجهات الحكوميه. دي بيبقى لها مواعيد من 30/6 من بدايه العام، من 1/7 من العام. مثلا لو احنا بنتكلم على 19/20 فاحنا بنتكلم انه من 1/7/2019 لغايه 30/6/2020 هو ده العام المالي. فبالتالي لازم يكون الناس لو هي ممولة وتمويلها جاي خلال العام المالي ده، ان هم يحافظوا على انه فترة الطرح والترسية وتنفيذ الاعمال يبقى في نطاق العام المالي. بعد كده عندنا اعمال البت والفني والمالي، ودي بتقوم بها اللجان المختصة، سواء اللجنة الدراسة الفنية والدراسة والتوصية او والتوصية بالترسية، وبعد كده لجنة الفتح المالي وهنتعرف عليهم. بعد كده بنبتدي خلاص مجرد ما بيخلص الدراسات بتاعة الفتح الفني والمالي بيتم الترسية على أحد المتناقصين طبقا لنوعية المقاولة. أول حاجة عندنا وتقريبا هي أكثر الأنواع المناقصات المستخدمة هي المناقصة العامة، والمناقصة العامة من منطوقها كده ومن كلمتها معناها أن هي فعليا مناقصة عامة بينشر في الجرائد الرسمية، وبتنشر على زي ما قلنا ان هو لازم البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية لازم يكون منشور الإعلان عنها، وبيبقى معلن عنها وطبقا للفئات المتناقصة. مثلا لو احنا بنتكلم في اتحاد المقاولين على حسب الفئات من الأولى للسبعة بينص عليها في الإعلان انه الفئة مسموح الى اقصى فئة، مثلا الفئة الخامسة، الفئة الرابعة، هل هي للفئة الأولى، للفئة الثانية، وطبقا لنوعية الفئة بيبتدي يدخل المتنقصين عندي. وطبعا ده بالنسبة لنا هو مناقصة العامة. مراحلها زي ما ذكرنا قبل كده، أهم حاجة هو إعداد وثائق الطرح. عندنا المستندات اللي بتضمها وثائق المناقصة، التعليمات لمقدم العطاء، قائمة البيانات، متطلبات التأهيل ومعاملات التقييم، ودي بتبقى كلها ونص عليها في الوثائق المطروحة للتناقص. صيغة تقديم العطاء على حسب نوع العطاء، هل هي مناقصة عامة، هل هو عطاء مثلا للشراء، ولا هل هي مناقصة عامة لأعمال المقاولات ولا خدمات استشارية، طبقا لنوع الخدمة اللي مطلوبة. بيبقى موجود عندي برضو الشروط العامة والخاصة التعاقدية، بيبقى موجود جدول المتطلبات إذا كان عندي سلع أو عندي عملية الشراء، ولو عندي برضو لو هي أعمال لأعمال المناقصات بيبقى عندي البي او كيو بتاعتي أو البيل اوف كوانتيتي أو قائمة الكميات بتبقى مدرجة عشان الناس تدرس عليها. وبرضو بيبقى موجود من ضمنها مدة العملية، لو في معايير معينة طالبها
الجهة الطارحة بتبقى موجودة في الاشتراطات الخاصة بتاعت العملية. وبرضو عندي بعد كده المواصفات والرسومات والبيانات الفنية إذا كان مطروح عندي، هل في تقرير جسات مبدئي، هل العملية متعلقة بنوعيات من التوريدات مثلا فبالتالي بطلب مواصفات فنية خاصة بيها. وبعد كده عندي آخر حاجة النماذج الضمانات البنكية، ودي بتبقى متعلقة بالتأمين الابتدائي والتأمين النهائي اللي مطلوبين عندي، وإيه الصيغ اللي مقبولة لدى الجهة الطارحة إن هي تشتغل فيه. بعد كده بيجي عندي الأساس المناقصة العامة، والقصد منها هو الإعلان العام. ليه؟ لأن أنا كده بكفل ليه وإتاحة الفرصة لأي متناقص إن هو يبتدي يقدم عندي في المناقصة العامة بدون إن أنا أخليها في نطاق معين إلا مختص بالفئات بس. لو أنا عندي في مقاول الخدمات فأنا بختص به الفئات طبقا لاتحاد المقاولين، وده اللي هو مصنف المقاولين وفئاتهم طبقا للاشتراطات بتاعته. طبعا الأفضل إن هو نطاق المنافسة بيكون أوسع وأشمل، لأنه ده معناه تحقيق وفر أكبر للمال العام، وفي نفس الوقت فيه حرية للمنافسة. يمكن الحاجة اللي كانت مذكورة في القانون إنه حتى ارتباط الحاجة دي هنتكلم عليها برضو، إنه ارتباط القيمة التقديرية بأسعار المتناقصين، يمكن القانون حدد بس القيمة الأعلى في حدود القيمة الأعلى ولم يحدد في حدود القيمة الأقل، ودي في بعض الأحيان بتسبب إنه بيجي لي متناقص مش كفء طبقا للمتطلبات، ومش ما بيكونش عنده القدرة إن هو يكمل العملية. إحنا بعد كده المفترض إنه لا يجوز أن يقبل عطاء من متناقص بعد انقضاء الموعد المحدد لتقديم العطاء. طبعا أنا عندي موعد محدد بتقدم فيه المظاريف، إن كانت المظروف العملية من مظروف أو مظروفين، إذا كان مظروف مالي وفني بتقدم على المظروفين، أو على مظروف مالي على مظروف واحد بيبقى الفني والمالي في مظروف واحد، وده طبقا للجهة الطارحة برضو، وبتبقى تقريبا على نوعية أعمال التوريدات والسلع، وليها قيمة محددة بتبقاش قيمتها كبيرة، لأن أغلب المناقصات اللي هي ذات الطابع المالي الكبير بتكون على مظروفين، مظروف فني ومظروف مالي. الحاجة اللي بعد كده إن إحنا بنتكلم على فتح مظروف المناقصة. إحنا عندنا طبعا مظروف المناقصة هنا المظاريف بيبقى فيه لجنة اسمها لجنة فتح المظاريف، دي فقط مهمتها هي فتح المظاريف اللي موجود عنها عندها والتأكد من البيانات والتوقيع، وهنشوف كمان إجراءاتها تشتغل إزاي. زي ما أنا ذكرت قبل كده أن أنا عندي نوعين من العمليات، مظروف واحد أو مظروفين، إما مظروف فني ومالي، ودي بيكون أغلبها أغلب العمليات مطروحة بيها، وبيبقوا منفصلين كل واحد في مظروف مغلق ومحكم الإغلاق زي ما بنقول، وأن المظروف المالي ده بيفتح من قبل اللجنة الفض المظروف المالي واللجنة المالية، والمظروف الفني بيتم تقييمه وفتحه من خلال اللجنة الدراسة والتوصية بالترسية. وإن كان حصلت قبل كده أنه بعض الناس أدمجت المظروف الفني مع المظروف المالي في عمليات واحدة، ودي على فكرة حصلت قبل كده مشكلة، وأعتقد أنه هو القانون هنا غالباً والتعاقدات بنص أنه هو يرفض العطاء لو كان في موجود المظروف الفني مع المظروف المالي، لكن في بعض الأحيان بنشتغل بروح القانون، هو بنخلي المقدم العطاء ده بيبقى مجنب وبياخده رأي بعدين لجنة فتح المظاريف الفنية، وممكن يبقى بتوقيع من السلطة المختصة إن هي بتوافق إن هو يستكمل في العطاء إذا كان لا يؤثر أو غير معروف لديه العطاء وما فيش أي شبهة بالنسبة. المظروف المالي طبعا زي ما احنا عارفين بالنسبة لو احنا في المجال بتاع أعمال المقاولات بيبقى فيه قائمة الكميات والأسعار بتاعتها، وإذا كان في بعض الأحيان وشروط المناقصة إما بتفرض عليك إن أنت ما تحطش مرادفات، فبالتالي لو أنا عندي حاجة اسمها المرادف بديل لبند موجود معين، إما إن هو بيكون مذكور في قائمة الكميات، أو بعض المقاولين بيحطوا بعض المرادفات ممكن بأسعار تانية في بعض الشروط في العطاءات بترفض تماماً المرادفات وبيبقى ممنوع، وبيتم رفض العطاء بمجرد انه يلاقوا انه موجود فيه مرادف لبند. يعني زي مثلا حد عايز يقدم بامب بمواصفات ومنصوص عليها المواصفات فبيقدم
طبعا المواصفات الفنيه بتبقى ذكرى لي مثلا الترومبه دي مواصفاتها ايه، فبالتالي هو بيقدم مرادف او بند اساسي، بيقدم نوع من الانواع، وبعدين بيقدم قصاده حاجه اسمها المرادف. فبالتالي بعض الاشتراطات بترفض تماما ان يبقى فيه اساسي ومرادف، وبعضها بيقبل ان هو يبقى فيه اساسي ومرادف طبقا للمواصفات اللي عنده. الطرح بمظروف واحد دي يجوز لإدارة الشراء برضو إن هي تطرح بمظروف واحد، ولكن دي بتبقى في حالة التصميم والتوريد والتركيب المناقصات أو شراء السلع أو الخدمات الغير الاستشارية البسيطة وقليلة الكلفة والمواد الأولية، وما بيبقاش فيها مواصفات فنية عالية، فبالتالي ما فيش مشكلة إنه يبقى العطاء في مظروف واحد. ممكن لو أنا حابب يعني أتكلم مع حضراتكم برضو، والحالة اللي أنا ذكرتها قبل كده، هل حد عنده تعليق في موضوع المستندات بتاعت إنه يبقى إن أنا ممكن لو أنا في لجنة فض المصاريف ولقيت إن فعليا المصروف الفني والمالي مع بعض أو ده مكان ده، هل أرفض العطاء ولا أقبله؟ أنا حابب أسمع رأي حضراتكم كده ترتيبا لو حد عنده أي تعليق على الموضوع ده. يا ريت لو حد عايز يعمل مداخلة يعمل ريز هاند. يتفضل. طيب خلينا نكمل برضو بعد كده، احنا خدنا طبعا المناقصة العامة، ناخد بعد كده النوع الثاني من المناقصات وهي المناقصة المحدودة. المناقصة المحدودة شبيهة بالمناقصة العامة، ولكن بتبقى محدودة على بعض أو بعض المقاولين المؤهلين أو بعض الموردين أو بعض المتعهدين، ودي بيبقوا مسجلين في الكشوفات والسجلات لأي جهة حكومية أو لشركة مثلا لو عندها سجل للموردين معين، فما بتطرحش عين، بتطرح على المناقصة المحدودة، ودي بتضمن لي إن أنا اوريدي مأهل الناس دي، او فعليا انا واثق في كفاءتهم، واثق في امكانياتهم، واثق ان هم مستوفيين للاشتراطات الفنيه والاشتراطات والملاءه الماليه اللي مطلوبه، فبالتالي بتضمن لي كفاءه وفعاليه فعليا في المناقصه. ولكن القانون ترتيبه او طبقا لترتيب التعاقدات في البدايه لازم اكون شغال على المناقصه العامه. المناقصة المحدودة حتى طبقا للقانون ليها بعض الحالات اللي احنا نقدر نشتغل فيها على المناقصة العامة، وأساسها موافقة الجهة السلطة الإدارية المختصة على الطرح بالنسبة للمناقصة العامة. تقريبا خطوات المناقصة المحدودة والمناقصة العامة هي نفس الخطوات، وبالفعل بيتم الإعلان برضو عن المناقصة المحدودة على البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية، بتنشر وبيتبع نفس البروسيجرز اللي موجودة عندنا. لكن القانون لما اتكلم في الموضوع ده قال انه خليني اقول ان الحالات اللي نص عليها القانون بالنسبة لموضوع المناقصة المحدودة، انه المناقصة المحدودة لازم قبل ما تبتدي تاخد اجراءك في ان انت تشتغل على المناقصة المحدودة، ان انت وقت تكون واخد موافقة السلطة الإدارية والجهة الإدارية أو السلطة المختصة في الجهة الإدارية، أو لو كان قطاع خاص يبقى رئيس شركتك، إن أنت هتطرح على فيندر ليست على ناس معينين مؤهلين مسبقا بشروط التأهيل اللي احنا هنشرحها فيما بعد. الحاجة اللي برضو المناقصة المحدودة بتفيدني فيها انه انا برضو بيبقى عندي القايمه دي، ممكن ان انا كل المفترض طبقا كان في 89 ما كانش في حاجه اسمها تقييم مقاولين، النهارده في 182 القانون الجميل اللي انا بعتبره من القوانين الاجمل في موضوع المناقصات، ان هو اتاح للجهات كلها وبالذات الجهات الاداريه ان هي تقيم مؤدي الخدمه ايا كان نوع الخدمه المؤداه، ان هو يقيمه في نهايه التعاقد. وبالتالي حالة لو أنا شايف إن الراجل اللي الجهة اللي أنا طلبت منها الخدمة دي ما أدتهاش على الوجه الأكمل، بيرفع التقرير وبيرفع عليه على بوابة برضو على البوابة الإلكترونية، وممكن يتعمل له
يدخل يتعمل له بلوك ويتعمل له ويبقى داخل بلاك ليست ان هو ما يشتغلش. طيب النوع الثالث من المناقصات بعد المناقصة المحدودة والمناقصة العامة هو السكور. السكور أو التقييم بنظام النقاط هو أفضل وسيلة تقدر تجيب لك حد ذو كفاءة فنية عالية، ولكن بيتماشى معاها إنه ممكن يكون صاحب السعر الأعلى. المناقصة المحدودة، المناقصة العامة غالباً وفي معظم الأحيان بتجيب لي سعر، هل بنشتغل على السعر الأقل. لكن في نظام النقاط لو إحنا بنتكلم في مجال الخدمات المقاولات والأعمال الغير الاستشارية، فبالنسبة لي التقييم العام بيبقى للنقاط الفنية، وغالبا بتبقى في حدود 70% من التقييم وال 30% للتقييم المالي. التقييم بتاع النقاط، اولا ان احنا عندنا، لو احنا عندنا طريقه التقييم وطريقه الطرح تم عليها نظام النقاط، فنظام النقاط بيبقى على اساس ان هو لو حد في حد ادنى من النقاط الفنيه، بالتالي لو احنا فرضين ان النقاط الفنيه دي هي 70، فلو احنا اتكلمنا ان هو اقل من 50 في النقاط الفنيه، فبالتالي بيبقى المتناقص كده غير مستجيب فنيا لمتطلبات الوثائق المناقصه، لانه هو ما استوفاش النقاط الفنيه المطلوبه. بمجرد انه يتم تقييم النقاط، وتقييم النقاط في الغالب بيبقى جزء منه على المنهجيات اللي هتتعمل، وجزء منه على الكي اكسبرت او الخبراء لو كان في خدمات استشاريه، وبرضه في بعض الاحيان لو في المقاولات برضه بيتم ان هو ادراج الخبراء. فبالتالي بنحط تقريبا 70 على الفني و30 على المالي، من 70 لغايه 80، بس في الغالب بيبقى 70 درجه. ال 70 درجه دول بيبقى المينيمم، اقل من 50 بيبقى مرفوض، في حدود ال 50 لل 70 بيبقى مقبول. وبعدين بيبتدوا يعملوا تقرير التقييم، وبتبتدي نرصد الدرجات بتاعه النقاط، وبناء عليه بننتقل لمرحله التقييم المالي، وبيبقى لها معادله، والمعادله دي بتبقى موجوده فعليا في الكراسه اللي مطروحه، عشان الناس لما تيجي تحط تبقى عارفه القيمه، تبقى عارفه المعادله اتقيمت على اساس ايه. بعد ما بنعلن نتائج التقييم الفني بيبقى في فتره توقف، غالبا بتبقى 5 ايام. طب ليه ال5 ايام؟ لانه ممكن حد يعترض على النتيجه، فبالتالي الجهه الاداريه والقانون قالك من 3 ل5 ايام. فلو في حد اعترض على النتيجه بيرجع يتم الدراسه تاني، وبنبتدي نشوف هل فعليا ليه حق الاعتراض ولا لا، وبيبلغ في خلال 3 ايام من موضوع من الدراسه. وبعدين انا ببتدي خلاص، مجرد ما بنتقل للمرحله اللي وراها اللي هي مرحله التقييم المالي، بمجرد الانتهاء من مرحله التقييم المالي واستلام الاسعار، بنبتدي نطبق المعادله بتاعتنا على اساس انه بعد كده في الاخر بناخد الدرجه الاجماليه. لكن هنا العنصر المؤثر بالنسبه لي في تقييم النقاط هو الجانب الفني، واعتقد ان هو لو طبق نظام النقاط ده، بس هو مشكلته كلها الاكبر في انه غالبا بيبقى السعر المالي ممكن يكون عالي في الوقت ده، وبيبقى اعلى من ساعات من القيمه المخططه، فبالتالي لا يفضل الا يعني اغلب الناس بتستخدمه في المجال الخدمات الاستشاريه. في مجال الخدمات المقاولات اغلب الطرح بيكون طبقا لمناقصات عامه وخاصه، وطبقا للتقييم بنظام المظروف الفني والمالي بعيدا عن نظام النقاط. الاسناد المباشر، وده رابع اسلوب عندنا. يبقى احنا اتكلمنا عن المناقصه العامه، اتكلمنا عن المناقصه المحدوده، اتكلمنا عن التقييم بنظام النقاط، اخر حاجه الاسناد المباشر او عروض الاسعار، وده اسلوب بنعتبره اسلوب شراء استثنائي، لانه فعليا بيبقى فيه تفاوض مباشر، وكتير من الجهات ما بتحاولش بقدر الامكان هي تروح لموضوع الاسناد المباشر، لانه بيبقى في بعض الناس بتظن ان هو في جزء او شبهه من الانحياز او الكوربشن او الفساد. الحالات اللي نص عليها القانون عشان نتعاقد مباشر بيبقى اما حالات طارئه لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصه او الممارسه بجميع انواعها،
زي ما نص مثلا عليها في المهمات لوزارة الصحة. دي كانت حاجات بالإسناد المباشر. حالة لو كان عندي مصدر فعلي وحيد قادر على إنه فنيا على تلبية متطلبات العقد وجميع الحالات اللي مذكورة، لازم آخد سلطة الجهة، السلطة المختصة اللي موجودة عندي أيا كان الجهة اللي أنا طارح منها. لو عندي مصدر وحيد، وده غالبا والأغلب في الإسناد المباشر بنروح له لما بيكون فعلا في مصدر وحيد، إما المصنع أو إما إن هو بيأدي الخدمة دي وليه الحق الحصر فيها في الدولة، فده الطبيعي إن إحنا بنروح له كإسناد مباشر وملوش بديل تاني. أغراض التكامل إن هو يبقى ملهوش غير المصدر ده، برضو تبعيته برضو للمصدر ده، إن أنا يبقى عندي استكمال للأعمال اللي موجودة عندي فعليا اللي أنا ابتديتها ومفيش غير المصدر ده هو اللي شغالها. يعني ممكن عقد واستكمله، فهستكمله حتى لو هو مطروح مناقصة عامة، ممكن استكمله بالإسناد المباشر. إنه يكون الموضوع ده التعاقد غير مشمول في عقد قائم، يعني عندي مشكلة مثلا أخليني إن أنا عندي نوع من العمليات ونسيت جزء فيه، بضطر إن أنا للضرورة الفنية واستكماله، أو لو حصل أمر تغيير مثلا في كميات بيتكتب كده جنبه بالإسناد المباشر في حالة الاتفاق. تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية اللي تتبناها الدولة، وده يمكن لو حضراتكم لاحظتوه في أغلب البرامج القومية يسمح لبعض الوزارات والجهات الحكومية إن هي تشتغل إسناد مباشر طبقا لطبيعة البرامج والمشروعات اللي هي شغالة فيها. نيجي بعد كده ل ايه المهام بتاعت اللجان. انا اسف لو ما كنتش بتابع الشات، انا معلش اعتذر. احنا قلنا في عندنا حاجه اسمها لجنه فتح المظاريف، دي اللي بتستلم المظاريف. المفترض ان اللجنه دي بتنحصر دورها فقط في حصر العطاءات المقدمه واثباتها في محضر الجلسه. رئيس لجنه فتح المظاريف ده معاه بيبقى عضو مالي وعضو فني غالبا، وبيفتحوا المظاريف دي وبيتاكدوا ان هي مغلقه قبل ما يبتدوا في العطاءات، وبيراجعوا البيانات بتاعه مقدم العطاءات او العطاء اللي موجود. وبعدين بتبقى غالبا من 3 نسخ الى الان احنا بنشتغل ورقيا، ولازم اللجنه دي تمضي على كل ورقه موجوده وسلمت اليها من المظاريف في المظروف الفني. لو في اي بيانات مغلوطه او بتاع بتحددها بالقلم الاحمر كده، ويبتدوا ان هم يشتغلوا انه يتاكدوا من كل البيانات اللي موجوده ويذكر في المحضر. والمحضر ده تقريبا هو غالبا بيمضي عليه المندوبين اللي هم جايين بيسلموا العطاء. امتى الغي المناقصه؟ الغي المناقصه لو عندي شبهه تلاعب، يعني مثلا عندي مجموعه من المتنافسين وشكيت فعليا ان في تلاعب وحسيت بتواصل ما بينهم، فانا الغي المناقصه. ألغي المناقصة لو عندي حدود مالية، يعني بمعنى أصح القيمة التقديرية، وزي ما قلنا في القانون حدد القيمة التقديرية الأعلى في حدود 25% من قيمة العطاء المقدم، ولو ما يحدد قيمة أقل، يعني ممكن أشتغل بالأقل لكن مش ممكن أشتغل بالأعلى. في بعض الإجراءات بيتاح للناس لو هو أزيد من القيمة التقديرية ب 30% إن هو يعمل حاجة اسمها بريك داون للأسعار، نشوف الحيود ونشوف إيه الحيود اللي ما بين القيمة التقديرية والقيمة المقدمة في العطاء. لو هي مقبولة أو تبعاً لأنه حصل في فترة تغير فبتقبل عليها العطاءات، ولكن في الغالب إن إحنا أعلى من 30% غالباً بيرفض. إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات، بمعنى إن الأخ أو الجهة المقدمة للعطاء بتبتدي كل بند عندي او كل حاجه عندي او مواصفه تكتب لي عليها تعقيب او تكتب لي تحفظ عليها، فبالتالي ممكن ان انا ارفض العطاء. قيمه العطاء الاقل تزيد عن القيمه السوقيه زي ما قلنا في القانون في حدود 25% برضو يرفض. ممكن حضراتكم لو حابين تحققوا الحياديه في موضوع المناقصات، ان انت لو لقيته اقل من 25% من العطاء، ان انت تطلب تحليل للاسعار المقدمه وتشوف إنه ممكن يكون الاستشاري بتاعي أو الشخص اللي دارس المقايسة التقديرية فعلياً دارسها غلط، ودي بتحصل في أحيان كتير يعني وبنقابلها كتير. عدم استيفاء المتنافسين للملاءة المالية والاشتراطات الفنية، وده طبعاً مرفوض قلباً وملموماً.
احنا الاختصاصات بعد كده بتاعت التقييم الاختصاص لجنة الدراسة والتوصية والترسية بالتقييم الفني بتراجع العطاءات من النواحي الإدارية والفنية ومؤهلات مقدمين العطاءات، وبنشوف العروض اللي مقدمها الفنية هل هي مطابقة للمواصفات اللي مطلوبة، هل هو مستوفي الشروط اللي موجودة عندي ومستوفي المواصفات بتاعتي. لو أنا طالب في الكراسة طاقم معين بخبرات معينة هل هو مستوفيها، وهكذا. ببتدي أراجع كله من وجهة النظر الفنية والدراسة الفنية بدون النظر للجانب المالي، لأن ده في لجنة تانية من حق. طبعا في بيبقى عندي لجان موجوده، وممكن في بعض الاحيان بتستعين الجهات الاداريه لو في تخصص معين مش موجود عنها، فبتستعين بخبير من الخارج وليهم الحق في كده، لانه حتى في قرار تشكيل اللجان بيبقى مكتوب له كده من حق اللجنه ان تستعين بمن تراه مناسبا عشان القيام بالمطلوب بالنسبه للمؤيس. دي بالنسبه للجنه الدراسه والتوصيل. لجنة الدراسة والتوصية بتراجع كل عطاء زي ما قلنا، بالنسبة للحاجات اللي موجودة عندنا احنا بالنسبة لنا مراجعة كل عطاء فنيا، بنشوف التسجيل لو احنا في مصر مثلا بنتكلم، بنتأكد من الورقيات المطلوبة في الشروط الفنية زي شهادة التسجيل في المقاولين، وهل هو مستوفي للفئة اللي مطلوب عليها المناقصة، هل في سوابق الخبرة، الشهادات الضريبية، كل المناقصة فعليا ورقياتها مختومة. طب لو في كيس مثلا ان انا في حاجة ناقصة، هل من حق اللجنة ان هي تطلب استكمال؟ يجوز. القانون هنا اداني الاجازة ان انا اطلب استكمال البيانات، وده بيبقى خلال 3 ايام من الطلب اللي بعتها الجهة ان هو يستكمل اي بيانات شايفاها لجنة التقييم الفني ان هي ناقصة، وممكن برضو ان هو ما يرجعوش. استاذن حضرتك بشمهندس احمد، لو سمحت، ما هو المرجع اللي قيمته 25% الفرق عن التقريبي لرفض العطاء؟ دي بالنسبه لها اعتقد في القانون يا فندم، في قانون 182 لو انت زدت عن 25% بترفض العطاء. بنتأكد انه الفترة بتاعت سريان التعاقد. طبعا في بعض الأحيان برضو الجهة الإدارية نفسها بتطلب مد السريان لأي سبب لديها، من الممكن ان المتناقص يوافق على مد السريان، فلازم يبعت خطاب رسمي بيقول ان هو موافق على مد فترة سريان عطاؤه ايا كان المدة اللي طلبها الجهة الإدارية او الجهة اللي طلب الخدمة، وممكن ان هو يرفض تخوفا من ان يحصل فيه تغير في الاسعار. ولكن القانون يمكن هنا في المرحله دي قال ان العقود اللي هي مدتها الزمنيه تزيد عن 6 شهور من حقه ان هو يدخل في معدل تغير اسعار اللي بتصدر عن جهاز التعبئه والاحصاء في مصر، وبيبقى لها معادله واوزان نسبيه بتتحط في المناقصه، ودي بتبقى حتى من ضمن المحددات الماليه اللي بتكون اللي بتنجح او تسقط من عطاء. برضو موضوع المعدل تغير الاسعار للعقود الاكبر من 6 شهور، وبرضو في بعض الاحيان الجهه غالبا القانون كان قبل كده لما حصل الانفليشن او التعويم، وبعد ما حصل التعويم وبعد فتره تغير الاسعار دي، فالحكومه بصراحه او اقرت موضوع انه يبقى فيه تغير للاسعار ملزمة طالما ان العقد مدته الزمنية ازيد من 6 شهور، فلازم يبقى في تغير في الاسعار. في طلب الاستيضاح بتاع مقدمي العطاءات طبعا بيبقى في الكراسة اللي مطروحة او في الوثائق اللي مطروحة بيبقى في موعد لجلسة الاستفسارات. جلسة الاستفسارات دي اما ان في المفترض ان هي بيكون لها ميعاد محدد وبتكون علنية، بيسجل الناس اللي جايين في الجلسة من مقدمي العطاءات وبتسجل استفساراتهم. الجهه الاداريه من ان هي بترد في نفس الوقت او خلال مده زمنيه معينه، ولكن بتكون حاطه فتره الاستفسارات، وبناء عليه بيتم نشر الاستفسار حتى لو حضرتك كمقدم عطاء ما رحتش حضرت الجلسه، ولكن بتبلغ رسميا وبينشر نتيجه جلسه الاستفسارات والاسئله اللي تم الاستفسار عليها في الجلسه. من الممكن ان انت حضرتك تعدل في والجهات ليها الحق ان هي تعدل في المواصفات الفنيه او الغاء المناقصات بدون
إبداء الأسباب لو شافت إن العطاء بتاعها فعليا ناقص فنيا لدرجة إن هي لا تسمح بالتعديل وفي تعديلات جوهرية فممكن يلغى العطاء. اللي بعد كده دراسة اللجنة الدراسة والتوصية في إجراء العملية التقييم. طبعا إحنا لو اتكلمنا عن الفتح المالي بيبقى فيه تصحيح أخطاء حسابية غير جوهرية، يعني حضرتك خلينا نقول مثلا إن حضرتك في بند نسيت تسعره، فبالتالي بيتم إبلاغك إن أنت البند ده نسيته وإنه هيتم أخذ أعلى سعر موجود بين المتناقصين يتم تسعير البند عليه. طيب في حال ان انت رفضت يبقى انا كده رفضت العطاء المالي بتاعك حضرتك، شكرا كده وشلت العطاء وحضرتك خلاص كده شكرا بالنسبه لك. طيب لو انت قبلت يبقى انا باجي مع حضرتك باخد اعلى سعر من المتناقصين للبند ده وابتدي احسب اجمالي العطاء عليه. طيب لو انا فعليا المناقصه دي رست على سعادتك بعد ان انا حطيت اعلى سعر بحاسبك على اقل سعر، وبيذكر ده في محضر اللجنه ان انت حضرتك فيما بعد بتاخد اقل سعر للبند ده، يعني انا بحاسبك وبعمل التقييم المالي بتاعي على اعلى سعر، لكن لما بتيجي حضرتك تحاسب على البند ده فعليا بعد رسو العطاء وابتديت العمل بتحاسب عليه لاقل سعر موجود بين المتناقصين. المفترض ان اللجان دي مسارها بعد كده بمجرد ما بتخلص التقييم الفني والمالي بتعمل حاجه اسمها الترشيح بالترسيه. بيعلن عن الترشيح بالترسية في البوابة الحكومية الإلكترونية وفي الموقع، وبيبقى في اعتراض لو في اعتراض على الترشيح الترسية المعلن بيبقى في تسوية اعتراضات، وبتبقى اللجنة عندها بتدي فرصة مثلا بتقول إن أنا خلال 5 أيام خلاص، خلال 5 أيام مدة طبقا للقانون، خلال 5 أيام لو أنا عندي بعد 5 أيام حضرتك ما اعترضتش على المرشح بالترسية سي اكس او سي من الناس خلاص بيتم الترسية عليه وليس لك حق الاعتراض بعد المدة المبلغ فيها والمعلن عنه. طبعا من الحاجات برضو اللي منعها القانون ان احنا ما فيش حاجة اسمها مفاوضة بعد الترسية في حالات المناقصات ومناقصات الاعمال، وسواء ايا كان مناقصة عامة مناقصة محدودة ما فيش غير الحاجات اللي بيتم المفاوضة فيها هي القانون اسمها الممارسة. لكن في بعض المقاولين مثلا يجي في العطاء المالي يروح عامل لك عامل المقايسة بتاعته ويروح كاتب ايه اقبل بخصم بنسبة كذا، بيبقى راجع ليه اللي درس، لكن كمفاوضة وان انا انزل سعر عطاء بعد في مناقصة معلن عنها ومناقصة اعمال واجي اتفاوض مع الناس ده غير مقبول في هذا النوع من المناقصات، لكن مقبول في حاجة اسمها الممارسات. طيب حد عنده سؤال او حاجه قبل ما اكمل فقبل ما اشتغل في موضوع التاهيل المسبق في المناقصات؟ في أي حد من السادة الأفاضل اللي حاضرين عنده أي سؤال؟ السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخلي معاك يا فندم. الله يبارك فيك. هو بس بالنسبة للسؤال اللي حضرتك سألته في بداية المحاضرة تمام بخصوص تقديم الدراسة الفنية والمالية في مظروف واحد. تمام. فأنت حضرتك سألت إيه يعني إيه الإجراء اللي هل يتم رفض العطاء المقدم من المعاول أو كده؟ تمام. هو وجهة نظري ان طبقا للشروط او المتطلبات اللي تم وضعها في الطرح اثناء الطرح، ان لو تم وضع الشروط ان يتم تقديم المظروف الفني لعطاء الدراسه الفنيه لحالها والدراسه الماليه لحالها من المفترض ان يتم استبعاد المقاول. فانا مش عارف تمام. هو ده هو اللي انا اقصده يا باشمهندس حسن، الله يعني الله يديك العافيه على اشتراكك. انا اللي اقصده انه النهارده انا في عندي نوعين من العمليات، نوع بمظروف واحد ونوع بمظروفين. لو بفرض ان انا عندي عمليه بمظروفين مقدمه معنا مظروفين معنا حضرتك مظروفين ان كل مظروف بيبقى منفصل ومحكم الاغلاق. تمام. وفي لجنه خاصه بتقوم على المظروف ده. بفرض ان انا المقاول وغلط وراح مثلا سي راح ملخبط حط لي المظروف جال بيعمل المظاريف راح نسي حط الورق بتاعه
البتاع المالي بتاع الاسعار بتاعته حطه في المظروف الفني وكاتب من بره عليه مظروف فني، وحضرتك كلمت تقييم فني فتحته، هل انت دلوقتي بترفض العطاء ولا تقبله؟ انا افترضت ان راي حضرتك. انا راي حضرتك لا لا يتم كل العطاء، لان هو ما حطهمش الاثنين في مظروف واحد. طالما العطاء قال لك ان ده مظروف وده مظروف وقدمه مظروف بس خطأ في الكتابة على المظروف، زيه زي اي تصحيح او تدقيق في الفلوس اللي بيتم وضعها او التسعير اللي بيتم وضعه في جداول الكميات. طب ايه اللي يضمن لحضرتك ان مفيش حد من اللجان الفنية مشترك مع المقاول في الموضوع ده او مع مقدم العطاء في الموضوع ده؟ لا فهمت بصراحة قصدي ازاي؟ اللي انا تمام. اقصد انه في الاخر القانون حدد هنا بيقول لحضرتك ان انت لو جيت انت بحصل لخبطه، هو عندك قانون وروح القانون. قانون ان انت بترفض تماما خلاص ان العطاء ده فعليا مرفوض نهائيا، لانه اخلي بالاجراءات المنصوص عليها ان المظروف الفني هو خاص بلجنه التقييم الفني والمظروف المالي هو خاص بلجنه التقييم المالي. لكن لو بفرض انت ممكن حضرتك ممكن عشان برضو لانه مثلا العمليه كنوع من العمليه انت شايف ان المقاول اللي قدم ده ليه سابقه تعامل، حد كويس، حد اشتغل معاه، ليه سابقه خبره، فانا بالتالي باخد موافقه السلطه المختصه ان انا بجنب العطاء بتاعه مؤقتا لغايه ما بخلص تقييمات وبعدين برجع اشوف العطاء بتاعه. لكن في معظم الاحيان يعني وفي الغالبيه بيرفض العطاء. تمام، جزاك اشكر الله كل خير يا باشمهندس، جزاك الله خير، وبالتوفيق. الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. في حد عنده سؤال تاني يا جماعه ولا ابتدي اكمل عشان ما اطولش على حضراتكم؟ انا عارف. طب باشمهندس معلش عندي سؤال، اتفضل يا فندم. ايه قانونية ان احنا دلوقتي عندنا مشاريع كتير ومفيش وقت وبنعمل تقريبا اغلب مشاريعنا اللي شغالة دلوقتي في مصر بالاسناد المباشر، تمام؟ مفيش وقت المناقصات، مفيش وقت بقى الاجراءات دي، تمام. فبقت معظم مشاريعنا اساسا اسناد مباشر، فايه قانونية الموضوع ده؟ ما انا هقول لك، هرجع حضرتك للسلايد تاني ان اللي هو السلايد بتاع الحالات التي ينص عليها القانون في حالات الاسناد المباشر، انه في حاله ان في بعض البرامج او بعض او بعض الجهات بيصرح لها، ولكن لازم من السلطه المختصه. هنا السلطه المختصه هي رئاسه الوزراء، يعني هنا لازم يصدر للجهه دي فعليا كتاب دوري يقول لها ان انت حضرتك مسموح لك بالاسناد المباشر، لان في انت شغال في برنامج مفيش وقت ان انت تبتدي تطرح وتعمل مناقصه عامه ومناقصه محدوده، لان الطبيعي ان هي بتاخد وقت. يعني حضرتك فتره الاعلان ليها مده زمنيه، وبعدين فتره الترسيه والتقييم وهكذا. لكن انا اعتقد يعني ان هو الافضل ان انت في جميع الاحوال من المفترض، وده اللي اتحول القانون، ان يبقى في عندك فيندور ليست، يبقى في عندك قائمه موردين معتمده عشان تقدر تشتغل عليها اسناد مباشر. لان النهارده انا لو مش مأهل مقاولين عندي، وده اللي هنتكلم فيه في موضوع التأهيل المسبق، انا لو مش مأهل مقاولين عندي هتفاوض مع مين او هدي له اسناد مباشر ازاي؟ حتى لو هل الشروط اللي عنده او هل الورق اللي هو جايبه لي هتأكد من صلاحيته ازاي؟ لان في الاخر مفيش وقت ان انت تشتغل على موضوع الاسناد المباشر، وان كان الاسناد المباشر بيدرج معاه حاجه اسمها عروض اسعار، ان يبقى فيه على الاقل 3 عروض اسعار مقدمه، ولكن في بعض الاحيان بيبقى الاسناد مباشر تماما كاملا بيبقى موجه لشخص معين، وده بيبقى لازم كتاب دوري من رئاسه الوزراء. الاستاذه المهندسه رويده، الترتيبات اللوجستيه توضيح لها، دي فين يا فندم الترتيبات اللوجستيه؟ ما يعني مش عارف حضرتك سألت السؤال، خلينا نكمل. طيب الأستاذ الباشمهندس أحمد، ماذا لو المقاول لم يكن موقع أو ختم على مستندات الطرح، هل هو مقبول أم يرفض؟ برضو ده من حق اللجنة، ممكن حضرتك تستكمل مستندات إن أنت تبعت المقاول ده لو كانت الحاجات اللي هو ما ختمهاش أو ما وقعش عليها ما بتأديش لحيود جوهري في المناقصة، فأنت بالتالي حضرتك من حقك إن أنت تطلب استكمال ويجي الراجل يوقع لك او يختم لك على الورق. لكن لو كل الورق مثلا، يعني احنا بنتكلم مستندات عطاء بالكامل وناقص منها 10 ورقات 5 ورقات مش موقع ومش مختوم عليها، وخاصه مثلا بسوابق الاعمال او جايه بحاجه رسميه، لا ده مرفوض تماما، الا ممكن حضرتك تطلب منه استكمال، وبالتالي بيرجع يعمل لك استكمال، ولو يجيب يا اما ان هو يجيب فعليا الحاجه دي موقعه ومختومه ويجي يوقع عليها ويختم عليها، او ان هو فعليا بيرفضها. وغالبا حتى التوقيع برضو بيتم على المستندات اللي حضرتك طارحها، فدي ما فيهاش مشكله ان هو يجي
تطلب منه ان هو يستكمل ويجي المقاول ضمانا للحياديه والشفافيه، ويجي المقاول يبتدي او مقدم الخدمه يبتدي ان هو يوقع على الاوراق الناقصه. الباشمهندس محاسن، الفرق بين المناقصه والممارسه هو التفاوض في السعر فقط. يعني هو بالنسبه لنا الممارسه طبيعي ان احنا حضرتك بيكون السعر معلن، فالممارسه فيها تفاوض، المناقصات ما فيهاش تفاوض، ولكن تقريبا هي نفس الاجراءات واحده، لازم بتمر بمرحله الاعلان ومرحله، وممكن ان انت الممارسه تبقى ممارسه محدوده او ممارسه عامه، نفس الكونسبت كله، ولكن بيختلف بس ان حضرتك بتبتدي تتفاوضي على الاسعار لان المناقصات ما فيهاش اسعار. السلايد الاخير، السلايد الاخير، حاضر يا فندم. حلو باشمهندس الروي، نرجع للسلايد الاخير. في السلايد الاخير باستثناء وردت في العطاء منه ان هو الدخول في مفاوضات باستثناء الترتيبات اللوجستيه. الترتيبات اللوجستيه قصدهم بمعنى اصح ان احنا بنتكلم في موضوع المونوبوليزيشن مثلا، ان فترات التوريدات اللي مطلوبه منه، في فتره اعداد الموقع، في حاجات لوجستيه هو المقاول بيكون قائم عليها، ممكن حضراتكم تتفاوضوا معاه، ممكن ان هو يكون حاططها في البرنامج الزمني مثلا، هي فترات طويله بنبتدي نتفاوض. نتفاوض في اي شيء خارج المواصفات الفنيه وخارج العطاء المالي ممكن قابل ان احنا نتفاوض عليه. ده المقصود بالترتيبات اللوجستيه اللي هي اصلا التوريدات والفترات الزمنيه اللي موجوده واللي مدرجه، لان المفترض ان المقاولين لما بتيجي تقدم لي، ويمكن دي اللي هي منقوصه عندنا في مصر، ان للاسف ان اغلب البرامج الزمنيه المقدمه في الوثائق الفنيه هي برامج زمنيه وهميه لمجرد بس مرتبطة بمدة تنفيذ العملية لنص الذي تم النص عليها في وثائق المناقصة، لكن هو مش برنامج زمني على الأقل دوبل ومرتبط بميثود ستيتمنت بطريقة تنفيذ، لا هو برنامج زمني كده لمجرد أنه حاطط لي الشهور. فدي ممكن لو أنا كجهة طرحة للمناقصة أن أنا عندي فعليا وثائق قوية بتقول لي العملية دي هتخلص في قد إيه وعندي سابق خبرة بيها، بتفاوض مع المقاول في حالة لو أصر على الموضوع. التأهيل المسبق، وده من الحاجات اللي أتيحت لنا دلوقتي برضو في القانون، في التأهيل المسبق. التأهيل المسبق بيتم أنه تقريبا شبيه للمناقصة ولكن بدون تقديم أسعار، بيتم عمله على أساس أن احنا بيتم حاجة اسمها الـ EOI أو الـ Expression of Interest أو دعوة إبداء الاهتمام، ودي برضو بتنشر على البوابة الحكومية، على الموقع بتاع الجهة الطرحة، على الـ في الجهة نفسها لو في لوحة إعلانات أو كده بيتم نشرها، وبناء على بعد ما بيتم نشرها بنبتدي نطلب نوع الخدمة والمواصفات الفنية المطلوبة، وبيبقى لها كراسة. ولو إحنا الأعمال طبعا عندنا كل ما زادت درجة التعقيد في العمل كل ما زادت درجة التعقيد فيه والشروط المطلوبة في دعوة إبداء الاهتمام، بيعلن عنها وبنبتدي بنستقبل طلبات الناس الطلبة للتأهيل. طب إيه الفايدة منها؟ الفايدة أن أنا بيبقى عندي قائمة زي ما قلنا، قائمة قادرة على أن هي تبقى مؤهلة فنيا وماليا أن هي تبتدي تشتغل معايا. يعني زي مثال مثلا حصل، يعني يمكن هو لسه ما حصلش كتير مثلا عندنا في الجهات الحكوميه، لكن مثلا زي اليو اس اي، زي مثلا المعونه لما في بقى عندها نوع من المشاريع بتبتدي تعمل حاجه اسمها تاهيل، او الجهات المانحه بيعمل التاهيل، بيعمل عباره عن كراسه بتبقى موجود فيها المقاول وبياناته وسابقه خبراته والطاقم الموجود عنده، المعدات اللي موجوده عنده، حجم الاستثمارات والعقود اللي اشتغل فيها، هل عليه قضايا ولا لا. دي بتريحني ان انا بيكون عندي اولا عندي قائمة موجودة فعليا قادرة على أداء العمل، بيبقى عندي فيندور ليست لو احتجت، زي ما الباشمهندس تفضل مشكورا ان هو بيتكلم على موضوع الإسناد المباشر في حالة ان الأعمال تتطلب السرعة وتتطلب إنهائها، فبيبقى عندي أو عروض أسعار أو حتى لو مناقصة محدودة، في جميع الأحوال بيبقى عندي قائمة مؤهلة ان هي تأدي لي الخدمة اللي مطلوبة. التأهيل المسبق طبعا وأغلبه بيستخدم في الأعمال الكبيرة والمعقدة، ولكن الـ طبعا بيهمني اكتر يمكن في بالنسبه لي في الجهات الحكوميه، في برضو في الجهات الاستشاريه، الجهات طبعا الاعمال الخدمات الغير استشاريه طبعا لو
بتزيد عن 12 شهر، يعني لو مدتها سنة وسنتين وثلاثة، فطبيعي إن أنا محتاج جهة قائمة تقدر تأدي لي الخدمة وليها قدرة فنية ومالية كبيرة. الطبيعي إن هي بتجنبني أي نزاعات زي ما قلنا عند الترسيل، لأنه خلاص إحنا حتى لو خدنا بأقل العطاءات فأوريدي إن مقدم العطاء طالما إن هو مؤهل عندي فأنا ما عنديش نزاعات كتير. بالنسبة لي أهم شيء إن أنا بتبع الخطوات السليمة في موضوع التأهيل المسبق، ويمكن اللي بيساعدني لو إحنا ابتدينا نشتغل على موضوع التأهيل المسبق حتى في أي جهة، اللي بيساعدني برضو تقييم المقاولين ما قبل، لأن ده بيعتبر نوع من التأهيل اللاحق، إن أنا بعد كده بشتغل على إن أنا بشوف هل المقاول أو مؤدي الخدمة اللي جاء أداني الخدمة ده هل هو على القدر اللي كان في الورق اللي موجود قدامي، هل ولا لأ، دي عملية بتحكمني. وبعد كده بناء على التقييم بيبقى خلاص أنا ببتدي أصفي الموضوع، وبيبقى عندي فعليا قائمة، وغالبا ده اللي بيهمنا في العقود الإنشائية، مقاولين قادرين على أداء الأعمال في بالنسبة للأعمال المطلوبة منهم والخدمات المطلوبة منهم. معايير التأهيل المسبق يمكن بتبقى موجودة زي ما احنا قلنا في وثيقة التأهيل المسبق، وطبعا طبقا لدرجة تعقيد العمل وطبقا لحجم العمل هي اللي عندي إذا كان بتبقى درجة التعقيد في التأهيل المسبق، ولكن محدداتها بتبقى غالبا ما بين المعدات الطاقم الموجود أو الهيكل المؤسسي للشركة أو الجهة اللي هي متقدمة لعملية التأهيل، شبهة وجود أي أو في وجود في حالة مطالبات قضائية أو نزاعات ما بينها وما بين أي جهة تانية، لأنه من الممكن مثلا يبقى عندي شغال مثلا في وزارة الإسكان مقاول، لكن هو في نزاع مثلا عمل شغل في وزارة التنمية المحلية فحصل نزاع، فأنا بالتالي المفترض أنه يبقى في التأهيل المسبق مثبت الكلام ده. بيبقى عندي الملاءة المالية بتاعته والحجم العقود اللي اشتغل فيها والفئات والشهادات الضريبية وكل الأوراق الثبوتية اللي بتبقى مطلوبة منه. معايير تأهيل المسبق طبعا بتبقى متعلقة فقط بطلب التأهيل على تنفيذ العقد، بمعنى ان انا لما باجي اعمل التأهيل المسبق بيبقى التأهيل المسبق طبقا لعقد موجود عندي، لكن في بعض الأحيان بيحبذ ان انت برضو لو عندك خطة من المشتريات متوقع لها بعض العقود، سواء ان انت طالب خدمات استشارية او خدمات غير استشارية، من الافضل بالنسبة لك لان احنا ان انت تعمل تأهيل مسبق، لكن ده الوقت ما بيسمحش بالنسبة للمشاريع اللي في داخل جمهورية مصر العربية والمرتبطة ب زي ما قلنا تمويل الخزانة العامة او المكون المحلي او اللوكال كونتريبيوشن. الحاجات بعد كده اللي بتحتوي عليها واللي شرحناها قبل كده في التأهيل المسبق، ممكن عشان لو كنت نسيت حاجة برضو، موضوع الحد الأدنى من الخبرة وخبرته إذا كانت خاصة ولا عامة، بمعنى أنه اشتغل في قطاع خاص ولا قطاع حكومي، ومؤيدة طبعا بشهادات ووثائق ثبوتية، الحد الأدنى للمقدرة الإنتاجية، المقدرة المالية، توفر العدد الكافي من الأفراد زي ما قلنا، الهيكل الإدارية والسجلات القانونية بتاعته والتراخيص، طبعا اي اوراق قانونيه مطلوبه. وعلى فكره بيبلغ كل واحد بنتيجه التاهيل، يعني من الشفافيه برضو ان حضراتكم بعد ما بتخلصوا التاهيل اللي بيكون له اساسا لجنه لوضع كراسه التي او ار بتاعه التاهيل او الاي او اي بتاعتها، وبعدين بنبتدي في معايير التاهيل واللي بتكون على شكل نقاط محدده ومرقمه وليها موازين واضحه جدا، بيبتدي كل شخص دخل عندي عملية التأهيل يبلغ، ومن المفترض تطبيقا لمبدأ الشفافية والحيادية ان هو كل نقطة يبلغ هو بيان درجات التأهيل بتاعته، هل هو فعليا نجح فبالتالي حقق كام، وهل لو الراجل ده غير مستوفي لشروط التأهيل ايه اللي ناقص عنده اللي يقدر يشتغل عليه، وده اعلان لمبدأ الشفافية في المقام الاول. الإجراءات بعد كده اللي احنا عندنا بتاعة الفتح العلني للمظاريف، طبعا المفترض انه تبقى للخطة المشتريات وللإعلام بتاع الطرح، الجهة الإدارية بتبلغ الناس بمواعيد فتح المظاريف الفنية والمالية. بالنسبة للمظاريف الفنية خلاص احنا عدينا عليها، بنشتغل على المظاريف المالية، بيتم فتحها للعطاءات المقبولة فنيا في جلسة علنية بحضور المندوبين بقى
اذا كان المندوب حاضر ولا لا، او الشركه بعت حد مندوب في الجلسه بيقرا اسم مقدم العطاء وسعر العطاء بتاعه لكل جدول من جداول متطلبات الشراء وسعره الاجمالي. وزي ما قلنا النقطه اللي احنا قلنا عليها، لو في مثلا بتحصل في بعض الاحيان ان حد مثلا ياخد السعر الاجمالي بدون سعر الافراد للبند بيتم تصحيحه لو هو فعليا مطابق للاجمالي للكميه المرصوده في المقايسه، لو هو ناسي سعر البند اساسا بيؤخذ اعلى سعر. طيب لو فرض ان هو مفقط حاطط رقم في خانه الارقام وحاطط التفقيط رقم تاني، في الحاله دي احنا بناخد المفقط بالمكتوب، هو المفقط وليس اللي مذكور في الارقام هو اللي بيتم المحاسبه عليه. لو في احنا في نظام النقاط بيرجع طبعا زي ما قلنا للمعادله اللي موجوده في العطاء، واللي هي بيتم عليها السعر العطاء النهائي والنقاط اللي تم عليها في التقييم الفني. بمجرد ما بتخلص اللجنه دي الجلسه بتاعتها بتعمل محضر الجلسه، بتبين فيه اسماء اعضاء اللجنه واسماء المندوبين والمعلومات اللي تم ذكرها اعلاه، وبعدين بيتم توقيع عليه المحضر وبيبتدي يدخل على لجنه الدراسه عشان تبتدي تدرس البيانات الماليه اللي مذكوره في المظروف. احنا هنا في بعد كده في الاجراءات بتاعه التقييم المالي وتطبيق الافضليه المحليه، في حاجه اسمها بالنسبه لنا في مصر هي تطبيق الافضليه المحليه، بمعنى ان هو بيتم لو في منتج عندي جاي مستورد من الخارج وله نفس المنتج موجود من الداخل، انا بطبق عليه نسبه افضليه في حدود القانون، وتقريبا الحد الادنى بتاعه بيبقى 15% بتضاف على المنتج اللي جاي من الخارج عشان يبقى للافضليه المحليه او للمنتج المحلي هو الافضليه. احنا بنرسي بعد كده على اقل العطاءات سعرا واقل العطاءات كلفه. طبعا احنا عندنا المفترض ان كل جهه بيبقى لها مواعيد ثابته موجوده، لمثلا لو احنا توريدات يبقى في مواعيد للتوريدات ومده زمنيه للتوريد ومده زمنيه لاستكمال التامين. في بعض الحالات بيجي حد ترس عليه العمليه مثلا ما بيستكملش التامين النهائي، فليه مده زمنيه لغايه 28 يوم، وبعد كده بيتم اختاره خلالها من السلطه المختصه او الجهه الاداريه الطرحه انه يجي يستكمل التامين النهائي لان العمليه اترست عليه. لو ما استكملش التامين بنبتدي ناخد السعر الذي يليه وهكذا لغايه ما نرسم المقايسه او بيتم الغاء المنافسه. ولكن هنا التامين الابتدائي ما بيتردش للمتناقص، يعني لو هو اترست عليه العمليه وما جاش فعليا نستكمل النسبه بتاعه التامين النهائي وما التزمش وما جاش ما وقعش العقد، فبالتالي انا الجهه الاداريه بتاخد حاجه اسمها دبر ضرر، ان هي بتاخد التامين النهائي ده لا يرد الى المتناقص. بعد كده هنا عندنا طبعا الترسيه ده في النقاط لو احنا على اعلى النقاط. طبعا لو نقاط، وده اللي بفضله في موضوع الخدمات الاستشاريه، ده رايي الشخصي يعني مش راي حاجه، ان هو بنرسي على اعلى النقاط. في عندنا في بعض المعايير اللي موجوده بتبقى في تقييم النقاط، وفي لو احنا بنتكلم تقييم النقاط بالنسبه للسلع فبيبقى الوزن النسبي للمواصفات الفنيه 30 والوزن النسبي لسعر العطاء 70. لو احنا بنتكلم على مناقصات الاعمال اللي هي الاعمال الانشائيه مثلا واعمال المقاولات فبيبقى الوزن للفني 70 والوزن المالي 30%. وطبعا لازم يطبق الافضليه المحليه دائما، وبنص عليها في الكورسات بتاعتنا ان احنا نطبق الافضليه المحليه لاي منتج محلي عن المنتج المستورد والمصنع بالخارج. طيب يمكن انا كده اعتقد ان انا غالبا وصلت لاخر شيء. انا طرح السؤال ده لحضراتكم وحابب اسمع يعني الفيدباك من حضراتكم، لو حد حضراتكم عنده اي سؤال نقدر نتناقش فيه في حدود وقتكم يسمح انا تحت امره. جزاكم الله كل خير دكتور. جزاكم الله كل خير دكتور. لو حد الله يبارك فيك شكرا. الله يكرمك.
باشمهندس حسن اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم. وعليكم السلام يا باشمهندس. هو سؤال بس، حضرتك انت قلت في الاسعار اما بيتم تقديم العطاء والاسعار، احنا بناخد تمام. بسعر التفقيق وليس السعر مزبوط. اللي هو السعر المكتوب بمعنى اصح. مزبوط يعني لو عندي اختلاف، لو عندي مثلا بند هو مسعره مثلا سيب ب 3000 وجه كتبه بالخطا، ان كتبه بالحروف مثلا 1000، بشتغل على ال 1000 ولا بشتغل على ال 3000؟ بشتغل على التفقيد بالحروف. وعلى فكره والله يا باشمهندس حسن، انا عايز اقول لحضرتك ان في عمليه من العمليات فعليا في تيم اول غلط في 10 مليون جنيه بسبب تفقيد والأرقام. فكان الافضل الوقت ده ان هو ما يستكملش، ما يروحش وما ياخدش التامين الابتدائي بتاعه يخسره، افضل ما يخسر في العمليه. طب لو تم العكس يا دكتور، مثلا سي هو حط بند مثلا هو بند قيمته الفعليه مثلا بالربحيه 100، هو حطه كويس. 1000 حطوا 1000 في التفقيد. تمام. انا من حقي ان انا اقبل بكده او ارفض؟ شوف حضرتك، انت حضرتك في الاخر بتقارن على مقايسه تقديريه، فقولي قدامك البنود مذكوره، لو في حيود وانت شايف ان في حيود بين بند والتاني بترجع حضرتك تطلب منه تحليل سعر. وممكن لو انت شايف ان البند ده غلط، يا اما ان هو يصحح، يا اما ان هو يقبل التصحيح على المية كويس اللي هي موجوده وده بيذكر، او لو هو ما قبلش التصحيح حضرتك ممكن ترفض العطاء في الحاله دي لانه فعليا خارج الحدود المقبوله للاسعار. كده يبقى عامل حاجه اسمها بنسميها فرونت لودنج او باك لودنج، يعني ان هو محمل اسعاره في مقدمه العطاء او في نهايه العطاء، وانت من حق حضرتك كده ترفض العطاء في الحاله دي. اصل المشكله دي حصلت معانا مثلا في اعمال الحفر والردم، يعني متر مكعب سي كان مثلا حطه ب 20، حطه ب 100 وهو اصلا فعلي 20، كانت الكميه المدرجه في جداول الكميات ليست الكميه الفعليه، للاسف ده خطا برضو. يعني مثلا في المقايسه كان موجود مثلا سي 100 متر مكعب وهي فعليا تقرب من 10000 متر مكعب، انت بتتكلم في فرق شاسع. ففي الحاله دي بطبق عليها اللي حضرتك بتقوله برضو ولا؟ طبعا. هو باشمهندس هنا احنا خلينا نقول ان هو في الاخر في اللي بيجي يقيم عطاء ايا كان، فهو لازم يكون حيادي. النهارده تمام. حضرتك لما يجي وحد بعيدا عن المقايسه التقديريه من ان هي يعني فيها خطا او لا، انا بدرس هنا وبدرس هنا. النهارده لما بيجي حضرتك، انا بقول لحضرتك لما تيجي تقارن ما بين الحيود ما بين المقايسه التقديريه والسعر المقاول، مش بالضروره ان انا كده بقول لك ان المقاول هو الغلطان، ما يمكن اللي وضع المقايسه التقديريه هو اللي غلطان، لكن تمام. في الحالتين بيستلزم تصحيح. كويس. تمام. بس هنا في حاله المقايسه التقديريه، وانا اعتقادي يعني انه اعتقد ان انت حاجه زي دي لازم تكون يعني بتعمل حيود جوهري في العطاء، فبالتالي لازم العطاء نفسه يلغى، لان كده انت اثرت على العطاء نفسه، لان المقايسه التقديريه غلط. ده لو انت اكتشفتها، وغالبا على فكره ما بيحصلش انه حد يكتشفها في خلال الموضوع ده، اعتقد ان انت بعد الترسيه ممكن بيتم اكتشافها غالبا الاخطاء اللي في المقايسات التقديريه. واغلب التقديريه اغلب المقايسات التقديريه الناس بتريح نفسها، الكميه لو عنده 100 بينزلها 150 عشان المقاول، حتى لو ليه تغيير، حتى لو ليه فلوس، حتى لو ليه بتاع، تبقى مضمومه في السعر بتاعها. صح. بيحاولوا بقدر الامكان كل الناس تريح نفسها، واحنا كلنا شغالين في المجال وعارفين اغلب الناس، اغلب المالك بيجي المقايسه لو الاستشاري جايبها له 100 بيحاول يزودها بقدر الامكان لمجرد انه في حدود معينه، لمجرد انه هو يحتفظ ب ان لو في اي تغيير، حرصا يعني انه لو اي تغيير او اي حاجه ما يبقاش في زيادات اللي هي القانونيه، ان يبقى في تغير اسعار و الى اخره، يبقى في حدود الصلاحيات زي ما بيقولوا الاقرار القانوني. بالاضافه ان هو بيعمل ربط مالي عنده برضو بالقيمه الاجماليه للمشروع، لو حب فيما بعد ان هو يضيف حاجه او يعمل اضافه لبند معين او يتم زياده كميه بند معين. بالظبط بالظبط يا باشمهندس. بالظبط بالظبط. مشكور يا دكتور. جزاك الله خيرا. تحت امرك. الله يبارك. جزاك الله خيرا. الله يخليك. في حد عنده سؤال تاني؟ تمام يا دكتور، جزاك الله خير. جزاك الله خير باشمهندس عمر.
شاكرين للسادة الأفاضل كلهم اللي حضروا، ولو في حد أي سؤال أنا هبعت لحضرتك الماتيريال وحضرتك تقدر تنشرها للناس، ولو في أي حاجة للتواصل أنا مع حضراتكم، يعني لو في أي حاجة في أي وقت بعيد عن المحاضرة أنا مع حضراتكم في أي وقت. شاكرين الأفضل لحضراتكم جدا وشاكرين على وقتكم. في باشمهندس عبد الله شاذلي. اتفضل باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هو الله يبارك فيك الله كلامك. هو بس كان من فضلك كان استفسار كده لموضوع كان حصل معايا أنا. في كان في لجنة فتح مظاريف، مظروف اللي هو الفني. كويس. فكان في مشكلة في الرقم اللي كان مكتوب، يعني كان يعني في إذا مفترض إن هو الرقم مفترض إن هو إيه 7000 مثلا، المنطقي إنه يقول 7000، لكن كان في نقطة مثلا محطوطة كده يعني إن هو ممكن تتقرأ 70000. طيب وكانت المشكله ان ما كانش في تفقيت للبند. ما هو ما فيش تفقيت للبند هنا، وهو حضرتك البند نفسه. طب هل البند نفسه في التقدير كان كام؟ ما هو يعني اولا هو مش في الفني كده، في المالي اعتقد صح؟ في المالي. فالفكره بس ان انت عشان انا كفنيا كمهندس مثلا فني مفترض ان انا برجع لمسمى البند، يعني هو ده كان اصلا مؤسسه مصاعد، فانا بس مصاعد. اصلا في السوق مثلا ان القيمه التقديريه فعلا للبند دوت اللي حاطه ده مفترض ان هو فعلا عمره ما يعني ما يوصل للرقم اللي هو 70000. ما يوصل للرقم ال 70000. هو تقريبا فعلا هو يعني اتقال انه مثلا 7000 في الرينج ده ماشي. طيب هنا لو هو مش مفقط، هو هنا لو مش مفقط حضرتك بتشوف اقل الاسعار اللي موجوده في المناقصات في المتناقصين التانيين. تمام. واخد بال حضرتك، هو المفترض ان هو يفقد بالحروف، يعني هو المفترض ان هو يفقد بالحروف، يعني اللي هو ناسي بيفقد وبيتعمل هي بس عشان انا كنت اخرج بس من الموضوع نفسه، فانا اضطريت ان انا حوطت عليها دايره وعلقت عليها في التقرير بتاعي. في التقرير. طب وانت حسبت له ازاي القيمه الاجماليه بتاعت العطا بتاعه؟ لا يعني انا ما علقتش عليها، يعني قلت ان هو ده في خطا ما، يعني المفروض يتحدد القيمه ديت قد ايه، 7000 ولا 70000. ما هو النهارده هو يعني هو الصفر ده بيفرق يعني. بالظبط. ما هو النهارده حضرتك هو مش مفقط حضرتك انت يعني هنا في حالتين، يا اما ان انت بيتم التفقيد من قبل اللجنه عمل عليه علامه حمراء ان هو مش مفقط ويبتدي يتم التفقيد على سعره. تمام. طيب لو هو في حيود النهارده حضرتك بتبعت له بتقول له والله ان السعر ده في حيود كذا، بتخاطبه هو خاصه المتناقص، وبناء على يا اما ان هو يوضح ان في غلطه في السعر ده وبالتالي يعمل تصحيح للسعر وبيضم الاوراق، او ان حضرتك بتفقد العطا لو انت شايف ان هو رفض ان هو يصحح الموضوع. لكن في الاخر اصل هو الموضوع ده بيدخلنا في النقطه انه فعليا اغلب الاخطاء بتبقى في الموضوع ده، يا اما ان هو ما يفقدش، يا اما ان هو حط سعر زياده، وفي الحاله دي بتاثر على المقايسه. اعتقد يعني هو الموضوع برضو هنا الاجراء برضو يا باشمهندس كان لازم حضرتك برضو حتى لو عملت، اكيد ان انت عملت حضرتك المظبوط يعني، ولكن كان الافضل ان انت يضم في محضر الجلسه وبعدين تاخد موافقه السلطه على الاجراء، يعني تاخد موافقه السلطه المختصه ايا كان رئيس الشركه او ايا كان، بتاخد موافقته على الاجراء. لو طبقا للقانون يبقى احنا بنقول ان احنا بيتم التفقيد وبيتم الحساب عليه، لانه لو هو مثلا بزياده، خلينا نقول ان هو بزياده، وجا سعر العطاء بتاعه اجمالي، هتلاقي ان هو فارق عن الناس. واخد بال حضرتك ازاي؟ هتلاقي ان هو اعلى من الناس، مش هترس عليه. هو ده كان في بند بس اللي هو قطع الغيار بتاع اللي هو الصيانه، لان دي مؤيسه صيانه. صيانه ده انا طبعا هو في سعر اصلا للصيانه السنويه لكل مصنع، تمام، بس في حدود 300 350 مثلا شهريا، ودي برضه كانت مشكله برضه كانت ظهرت معايا في اللي هو الايه القيمه التقديريه، اللي كتب اللي هو القيمه التقديريه كمهندس برضه معانا عندنا في الشركه، تمام، كان كاتب واخطأ في انه هو كتب القيمه بدل ما كتبها مثلا شهريا او كلمه سنويا كتبها مثلا شهريا، كتب القيمه الاجماليه للمصنع كلها وكتبها شهريا، المفترض دي الصوت بيقطع باشمهندس، معلش انا اسف جدا، معلش.
معلش ممكن تعيد باشمهندس عبد الله لو امكن، لان فعليا الصوت كان بيقطع، انا اسف ما سمعتكش كويس. فدي برضو عملت برضو علامة. هنا يبقى هنا المقايسة التقديرية نفسها بتقول ان هي غلط. في اللي انا يعني انا اشرح ان في ما انا بقول لحضرتك هنا الاجراء هو غالبا بيتم حضرتك زي ما انت عملت حضرتك كده خدت علامه ليه، ولكن لازم يشقط لان انت كده جنبته من العطاء. هنا انت ما قدرتش تحسب له القيمه الاجماليه بتاعت العطاء كام. طيب البشمهندس احمد زيزو، اي العقود افضل لاكمال عقد المبلغ الكوست بلس المقطوع؟ بمعنى ايه يا باشمهندس احمد؟ معلش لو امكن بس استفسر عن السؤال مهندس احمد. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام يا فندم. انا كنت بسال هو انهي احسن، هيبقى بالنسبه لي كمالك العقود الكوست بلس ولا المبالغ المقطوعه؟ اللمسم او المبالغ على حسب نوع العقد والتعقيد. ما هو النهارده اللمسم في حد ذاته او العقود اللي هي ذات المبالغ المقطوعه بتبقى لانواع معينه من العمليات لا يفضل عليها في الاعمال المعقده والاعمال الانشائيه ذات المبلغ المقطوع يعني. الكوست بلس برضو غالبا بيبقى في الاغلب بيبقى في اعمال الصيانه ما لم ينص على غير ذلك. الكوست بلس بمعنى ان حضرتك بتعمل البند بيبقى جاي بحساباته وبياخد المقاول فقط ما قيمه فوق النسبه اللي هو حاططها في التناقص بتاعته ان ياخدها فوق السعر بعد تنفيذ البند، ودي غالبا بتبقى في اعمال تشغيل وصيانه وتوريدات، ما بتبقاش في اعمال الانشائيه بالنسبه للقسط البسيط، ويفضل ان هي تبعد عن كده. اما بالنسبه للمصن بعض الاعمال، انا كنت فعليا اشتغلت في مشروع لمصن ولكن اضطرينا وكان مشروع معقد جدا وقيمته تجاوزت ال 500 مليون جنيه، ولكن اضطرينا برضو عشان تقدر تحاسب المقاول ان حضرتك تبتدي تعمل بريك داون كامل للمصن ده وتبتدي عشان تقدر تطلع له انفويسز وتطلع له مستخلصات. انهي العقود افضل؟ هو في العقود لو احنا بنتكلم كجهات حكوميه يفضل العقود ذات العطاء الاقل والمواصفات الفنية الموجودة ذات العطاء الأقل، بمعنى أنه تبقى للتنفيذ وتبقى يعني بتبقى شبيهة بس أن احنا عندنا العقود يعني تبقى ذات بنود أسعار ثابتة، بيبقى بس حاطط حتى الأوفر هيد بتاعه أو البروفيت بتاعه المقاول بيبقى داخل السعر، ما بيبقاش مفصل يعني يبقى موجود داخل السعر، وبعد كده احنا المقاول بنبتدي نحاسب على الكلام ده. لكن عقود اللمسم، العقود اللمسم او العقود ذات السعر المقطوع بيبقى صعب في الاعمال الهندسيه المعقده ان انت تقدر تشتغل بيها، لان بتبقى متعبه جدا للناس اللي شغالين وفعليا ما بتبقاش ذات جدوى. عقود الكوست بلس ممكن، لكن الافضل ليها هي عقود التشغيل والصيانه يعني. طب بالنسبه للعقود بتاعه تسليم المفتاح، هل تدفع في المشاريع الضخمه احسن ولا في التيرنكي؟ على حسب برضه دي بترجع للجهه الطرحه. النهارده اصل هو العقود تسليم المفتاح يعني الراجل مسؤول من اول، مجرد ان انا بديله بس مثلا لو احنا بنقول مبنى، انا بديله مبنى هو بيبتدي يشتغل تصميمه لغايه ما يخلص ويسلم لي المبنى، ف ما بيبقاش برضو غالبا بتبقى مش مطبقه في الجهات الاداريه الحكوميه العقود التيرنكي، لان ليها اشتراطات ثانيه ما كانتش مضمنه في داخل القانون. طيب السؤال الاخير، اعضاء لجنه البت اختلفوا في قبول او رفض العطاء. هنا بيذكر في محضر الجلسة وبيرفع للجهة الإدارية، والجهة الإدارية إما إن هي تستعين بحد من خارج اللجنة ويبتدي يراجع أوراق اللجنة، أو من حقها إن هي ترفض العطاء وتبتدي تاخد برأي أي من الطرفين اللي اختلفوا في محضر الجلسة. يعني هنا السلطة المختصة ليها الحق إن هي تاخد، هي الحق إن هي تقبل أو ترفض. أو تستعين بالظبط، وفي الغالب يعني بيستعين
بيستعين بيضمن، لان قرار اي قرار تشكيل لجنه بيضمن فيه ان هو يتم الاستعانه بمن يرونه مناسبا، وبما ان السلطه المختصه هي اللي اصدرت القانون القرار ده، فبالتالي ممكن تستعين بحد يساعد اللجنه في اعمالها. شكرا يا دكتور. العفو العفو باشمهندس احمد، العفو. باشمهندس نور، في الجهات الحكوميه هل يوجد اتفاق مسبق على طريقه حساب التعويضات الناتجه عن التاخير او عن زياده الاسعار؟ ما احنا قلنا دي القانون ذكرها صراحة، ان العقود اللي مدتها الزمنية ازيد من 6 شهور فعليا بتبقى ليها بند تغير الاسعار ومعدل تغير الاسعار طبقا للي حصل من 2016 في موضوع التعويم وما نتج عنه من تغير في اسعار كتير من العقود، وان مقاولين فعليا وقفت الشغل واسعار مواد خام اتغيرت والى اخره، فتم إصداره بعد ما تم تطبيق اللائحة بتاعت التعويضات، أدت لأنه هو يبقى فيه مادة مذكورة أن العقود الأقل من 6 شهور، لأن نسبة التغير غالبا ما بتبقاش كبيرة. ويمكن الحمد لله في مصر، الحمد لله أن احنا الفترة اللي فاتت كان فيه استقرار في موضوع المواد الخام، فنسبة التغير، واللي عايز يتابع برضو الموضوع ده يتابع عن طريق الدليل اللي بيصدر عن جهاز التعبئة والإحصاء، انه نسبه التغير مش كبيره، فبالتالي الحكومه اقرت انه يبقى العقود اللي هي ازيد من 6 شهور هي اللي يبقى عليها معدل تغير اسعار، ما لم يذكر خلاف ذلك طبعا ممكن، بس هو القانون فرضها فرض فخلاص، يعني موضوع انه يبقى موجوده طالما انه هو عقد محلي يخضع للقانون المحلي واكثر من 6 شهور، فبالتالي لازم يبقى مضمن في معدل تغير الاسعار. البشمهندس محمد يقول اختيار اقل عطاء يؤدي الى عدم كفاءه الاعمال وجودتها، فالافضل اختيار العطاء المناسب حسب الاعمال. والله يا باشمهندس هو حضرتك معاك حق لذلك، بس هو النهارده احنا اي دوله ليها قانون بتشتغل عليه، فالنهارده احنا لو في مصر احنا بنتكلم ان في مناقصه عامه ومناقصه محدوده، القانون ذكر ان انا في اعلى من الحدود ال 25% من قيمه العطاء على العطاء التقديري غير مقبول، اقل منها لم يذكر، لكن حضرتك ليك الحق ان انت في وقت العطاء طالما ان الراجل ده مستوفي الاشتراطات، ففي وقت العطاء ان انت حضرتك تطلب منه تحليل سعر، اللي لو انت لقيت ان العطاء منخفض بشكل لا يقبل معاه وممكن ان حضرتك ترفضه وتعتمد من السلطه الاداريه المختصه، لكن ده في الاخر لو احنا بنتكلم من وجهه النظر الحكوميه ده مال عام، فاحنا بنبص لاقل العطاءات سعرا، وطالما ان هو مستوفي الاشتراطات الفنيه بتاعتي والاشتراطات التعاقديه فهو بيشتغل عليه. يمكن بس الافضليه في قانون 182 عام 89 ان احنا اتيح لينا تقييم المقاولين، بمعنى ان حضرتك وحتى موضوع غرامات التاخير والحد ليه فسخ التعاقد وحدود غرامات التأخير برضو فصلت في القانون، فبالتالي أتاحت لي أن أنا أقيم المقاول أو أن أنا أوقع عليه غرامة في حالة الحيود عن البرنامج الزمني. لذلك التركيز كله والأفضلية كلها أن حضرتك تركز على مستندات العطاء، مستندات العطاء تبقى مفسرة بشكل واضح، المواصفات الفنية مفسرة بشكل واضح، طلبات حضرتك في العطاء ده مفسرة بشكل واضح، ولو شايف أن أنت حابب تقسم العطاء لمايل ستونز مهمات حاكمه جزء، لو مثلا بنتكلم في حاجه زي حاجه منشأ ذات طبيعه خاصه زي محطات رفع او منشآت مثلا في اعمال الكهرباء او الى اخره، تربط الاعمال المدنيه بوقت ما وتطلب الاعمال الكهروميكانيكيه بوقت ما والتوريدات والى اخره، فانت كده بتحدد اشتراطات تقدر تضمن بيها ان اللي جاي لك حتى ولو اقل عطاء ولكن يقدر يديك الافضليه والمواصفه الفنيه اللي مطلوبه. في حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ انا معلش انا اطلت على حضراتكم، انا شاكر لحضراتكم جدا الوقت ده، شاكر لبشمهندس عمر والبي ام بي اي ام اريبيا، ولو في حد عنده اي سؤال تاني قبل ما كلوز السيشن، وتشرفت بحضراتكم جدا كلكم، ان شاء الله هبعت لبشمهندس عمر السلايدز لو حب، وبرده وسائل الاتصال لو حد حابب ان هو يتواصل معايا في اي حاجه، احنا زملاء واخوه واستفدت من حضراتكم جدا. شكرا لحضراتكم جميعا يا فندم، شكرا لحضراتكم جدا، شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا جزيلا فندم. شكرا لحضراتكم. لو في برضو لو في باشمهندس عمر لو في اقتراحات من الناس انه حابين انه يبقى في محاضرات تاني بخصوص الكليمز والمشاكل التعاقديه اللي بتواجهها الناس، فان شاء الله نحاول في الوقت القريب ان احنا نجتمع مع بعض ونكون في لقاء تاني. يعني شرفني ان انا
اكون من على المنصه بتاعت حضراتكم. شاكر الافضل جدا لحضراتكم جزيلا. الله يكرمك دكتور، الله يكرمك دكتور، باذن الله دكتور، تحت امر حضراتكم، وشاكرين، جزاكم الله كل خير. شكرا، السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.